أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم يا إخواننا الكرام، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربية. قبل ما نتكلم عن العربية اللي معنا النهاردة، لو حضرتك عندك عربية عايز تبيعها من خلال القناة، كل اللي عليك هتتواصل معنا على رقم الواتساب الخاص بالقناة اللي هو 041-30-3591. ابعت لنا فيديو للعربية وكمان صور للعربية وجميع مواصفات العربية، وان شاء الله هيتم عرض العربية على القناة، وربنا ييسر لكم الحال ان شاء الله ويتم بيع العربية من خلال القناة. وعلى فكرة الحمد لله بفضل الله طبعا اولا واخيرا، ناس كتير جدا اتباعت عربياتهم من خلال القناة. النهاردة ان شاء الله جبت لحضراتكم عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2017 مستعملة للبيع في مصر. يلا بينا على بركة الله نقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بالعربية وكمان سعر العربية وكمان طرق التواصل مع صاحب العربية. العربية فيها جميع الكماليات، العربية فيها باور، العربية فيها تكييف ثلاجة، العربية فيها زجاج كهرباء، العربية فابريكا بالكامل بدون جرام بوية واحد لا من الخارج ولا من الداخل. العربية حالة الموتور سليمة وآلات الجر كمان بحالة سليمة، والشاسيه بتاع العربية بحالة الزيرو تماما. العربية فيها رخصة 11 شهر مرور الحسينية شرقية. العربية مش عايزة جنيه مصروف. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2017. سعر العربية 250,000 جنيه. سعر العربية 250,000 جنيه. للتواصل مع الأستاذ محمد حسن وده صاحب العربية هيكون على رقم 010-92-880-363. للتواصل مع الأستاذ محمد حسن صاحب العربية هيكون على رقم 010-92-880-363. ده كان موضوعنا النهاردة. استنونا في عربيات جديدة وأخبار جديدة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجب حضرتك الفيديو واستفدت منه ما تبخلش علينا بلايك، وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.